السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيمز شيفت. اليوم عندنا خريطة كنز جديدة، خريطة كنز يورفيك. طبعا أنا الآن في المكان اللي أخذت منه خريطة الكنز يا عزيزي المتابع، وراح أعلمك الطريقة، وبعدين راح نروح إن شاء الله إلى مكان الكنز وراح نحصل عليه. طبعا مثل ما شايف في قمة فورد سيتي، ستعثر على سيدة تقف في الجانب الجنوبي من يورفيك. طبعا هذا سهل صراحة، يعني جنوب يورفيك، سيدة تقف تنظر إلى النهر طوال الليل والنهار وتحمي الكنز، يعني هذا دليل إنها صنم عزيزي المتابع، فإنها مباركة ومخلصة لآثار القديسين الضائعة للأبد. نعم، أول شيء يا عزيزي المتابع تروح ليورفيك وتجي للمكان هذا اللي حددته لك يا عزيزي المتابع، مثل ما انت شايف تجي للمكان هذا يا عزيزي المتابع، توقف عند البوابة. طبعا انا فتحت الباب، لكن ابي اشرح لك الطريقة اذا جيت وانت ما فتحت الباب يا عزيزي المتابع. طبعا انا فتحته مثل ما انت شايف، لكن انت راح تحصله يا عزيزي المتابع مقفل، فما عليك يا عزيزي المتابع الا انك تخش من عند الشباك المفتوح مع الشكل هذا. شوف يا عزيزي المتابع، تخش مع هذا الشباك اللي انت شايف، انزل. بعد ما تخش يا عزيزي المتابع تجي المكان هذا، راح تحصل هذا مقفل الممر، مقفل. انت اسحبه يا عزيزي المتابع وادخل من هنا، وبيسار وبيمين وبوجهك، وراح تحصل خريطة الكنز في هذا المكان، في هذا المكان. طبعا احنا ما احنا فاضيين يا عزيزي المتابع، عندنا وقت انا وياك، فاني بنروح الان نشوف الخريطه. طبعا مثل ما قلت لك عزيزي المتابع، انا حليت يعني اللغز هو واضح وسهل، مثل ما انت شايف يقول جنوب يورفيك، فهذا هو الجنوب، وراح تحصل صنم واقف طول الليل. طبعا لو اروح امشي امشي، الله ياخذ رجليك. فما ادري هل لو اروح برجولي اسرع وتوفير لوقتك يا عزيزي المتابع، ولا تدري شلون يا عزيزي المتابع، الظاهر اروح برجلين اسرع. طبعا يورفيك هذا لا ما راح اتكلم عنها، لان بعضكم يا عزيزي المتابع راح يشوف الخريطة وما وصلها، فما راح اتكلم عنها. طبعا السكن اللي انا لابسه يا عزيزي المتابع هذا، اللهم صل على محمد، راح تحصل طريقته بعد موجودة عندي بالحساب. جينا في سوق الفضيات، تذكرون يا عزيزي المتابع ايش صار هنا؟ والله هي بطيئة. تحس اني ماني اسن يا عزيزي المتابع، قاعد اركض على جنب. شايف الصنم هذاك؟ هذا هو المطلوب يا عزيزي المتابع. المفروض لو نراك من فوق احلى. طيب ما علينا. هذه المرأة اللي تناظر للنهر ليلا ونهارا. مكان الكنز يا عزيزي المتابع هو من هنا. وين تتوقع عزيزي؟ نعم احسنت يا عزيزي المتابع، احسنت. والله انك ذكي يا عزيزي المتابع، هذا هو بيده الصحن يا عزيزي المتابع، وانت ما عليك الا دقها مثلث، مبروك عليك الكنز يا عزيزي المتابع.